من انتظارك. تبقى دي غباوه كده. اسمها انا في انتظارك. في انتظارك يا ماما عشان ما نبهدلكيش معانا. اوعى تبوظ الفن. ايه اللي ليت؟ انا من انتظارك ملي. لا ما بدهاش. بقى العقاب. في انتظارك. في انتظارك. في انتظارك. في انتظارك. في انتظارك. ممكن ادوق من طبقك؟ اتفضل. في انتظارك. ممكن اتفضل. في انتظارك. لا هنا احلى. انا عندي ناقص ملح. يبقى في انتظارك. في انتظارك. انا في من انتظارك مليت ناري في ضلوعي وحطيت حطيت حطيت. وانا مش عرفني حطيتي ايه السعادة انت؟ مش عرفني انا. حطيت ايدي على 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 انت يا فجرة؟ على اي حتة وعديت. الحمد لله ظلمنا البنت. على اي حتة عادي بقى. اتكلم جد. على اي حتة؟ عادي عادي. الحمد لله. يا ريتني يا عمري ما شميت. احلى حاجة فيكي حفظك للكلمات بصراحة يعني. لا ما شاء الله البنت بتسمع. بتفكرني بزمن الفن العظيم. ما شاء الله. تعرف يا خالد؟ بترجعني لايام زمان. زمان ايام الناس اللي كانت بتكتب وتقول. فاكر رياض ياسين؟ ايه فاكر ايام احمد رامي؟ يا رياض السنباطي. كوفي عنان. البلد مش هتجيب رقاق زيك يا كوفي. الله مسيه بالخير. لا يا كوفي ده ما يتعوضش يا خالد. الله مسيه بالخير بقى. ولا ام كلثوم؟ كبرياء. العزه. كرامه. الشموخ. فاكر رياض كانت تضرب المنديل من دول؟ تقف على المسرح وفي شموخ تقول على دول يما يما على دول. ايام. فين ايام ست الكل؟ زمان. بتغني لمين يا بنت عمي؟ فارس احلامي اللي هيخطفني الحمر الابيض. ايه ده ايه ده؟ انت سكرانه؟ انا سكرانه؟ امال بتتطوحي كده ليه انتي؟ مش شم. انت بشم هيروين؟ لا 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 بشم بنزين. 80 ولا 90 يا فجرة؟ 90. نضيف زي القش. تضربي اس كلها يا بنت طليان. خالد. نعم. انت بشم بنزين؟ اه. خليها تفول بعيد ما تفولش في وشي. ده احدث كيف يهني الدماغ ومس ان هو رخيص ومتوفر. انا اروح محطة البنزين وادي مناخيري للراجل وقال له فول 90 يوم دبب الخرطوم في مناخيري واسحب. انا بقى اروح الاس اول ما يشوفوني داخله بتطوح امسك يالا شمامه هيروين خارجه على القانون ياخدوا عينه من دمي ما يلاقوش فيها هيروين اخرج واحدفهم بالطوب. صلاه النبي بتحدف الحكومه بالطوب. بيعرف العيله ليه؟ بتقول لك بتعمل دماغ بالبنزين. دي مصيبه سودة. قال يعني البنزين بيعمل الدماغ اللي على حق؟ هو في حاجه تانية؟ فين ياض ايام الدماغ اللي على حق؟ إيه؟ فاكر ايام زمان؟ إيه؟ مش عارفه مصلحتها فين واحنا في سنك يا قطه كنا بنضرب زبل حمام الغيظه الصح. 35 شاب تحت الغيه ويا زبل الحمام يا مطلع عليه ريش زمان. ايه ده؟ مالك يا اس؟ انا مش مرتاح لكم. ليه؟ انت بنزين وهو زبل حمام. ده انتوا عيله زباله بصراحه. جاتكم القرف. احكي لي فرحيني يا خلف الحبايب. لما التانك يفضى ومؤشر دماغ يجي على الزيرو تجري على محطه البنزين تفولي 90. لا اجري على بتاع البويات. وبتعملي ايه عند بتاع البويات؟ اشم كولا. كولا؟ كله يا بنت الملزقة؟ تعمل ايه كله دي؟ دماغ عالية قوي وإذا ما لقيتش كله شم غيرها. غيرها؟ وأجري على الاسم. امسك يالا شمامة هيروين خارجة على القانون ياخدوا عينة من دمي ما يلاقوش فيها هيروين عشان خاطر يضطروا يدخلوا البنزين وكله في المخدرات وابتدوا يقبضوا على اللي بيشموه. الحمد لله قفلوا عليكي كل حاجة. تعملي دماغ بإيه تاني؟ بالكريم. كريم ايه؟ الكريم بتاع البشرة. هو ده يعمل ايه ده؟ دماغ عالية قوي. دماغ عالية؟ ده انا على كده واكل مصنع يا بنتي. ومس ان هو في نفس الوقت ملين. يا مسهل. النهارده الصبح اشتريت علبة كريم وقمت حطاها في نص رغيف واكلاها. سندوتش كريم؟ وطلعت على الاسم وانا فله. اول ما شافوني داخله بتطوح قالوا لي بس حطينا كولا والبنزين في المخدرات. قبض عليا وخدوا عينه من دمي مالوش فيها ولا بنزين ولا كولا. لقوا كريم؟ لا لسه ما اكتشفوهوش. طب وفريدي اكتشفوه؟ هتلاقي الف حاجه وحاجه تعمل بيها دماغ صراصير نمل. هو انت بتعملي كده ليه؟ بكيف نفسي. يعني ايه بتكيفي نفسك؟ يعني بروق العمه. ايه بتروقي العمه؟ طب اندهين يا مريم ما انا بروق الشقه كل يوم. يعني جت على العمه بتاعتك؟ يا ابني انت عبيط. إيه؟ بسلطن الفخ. لا انت اللي عبيطه. ليه بتروحي الاسم ليه؟ عشان اغيظهم. بغيظ القانون واستفزه. انا كده ما احبش حاجه تقيد حركتي. احب اعيش حره مفلوته ماليش كاسر. وتغيظ القانون ليه؟ القانون ده بينظم حركات الحياه. يعني حركات الحياه ايه؟ انا حره في الحركات اللي اعملها
اتحرك كده، اتحرك كده، اتحرك. الحق يا اسم إيه؟ الكريم سيح الحركات على بعضها. يبقى ده كريم لوسي ده. يا بنت انا ما اقصدش الحركات ديت، انا اقصد ان القانون بينظم الحركات الوضعيه. اولا الدكتور اللي بينظم الحركات الوضعيه. يخرب بيتك انت عامله كده ليه؟ اسكت، مش انا النهارده الصوت زين. طب فرحيني بقى، الصوت ايه؟ وز، بط، سمك، عصافير؟ لا لا لا، الصوت شبان. ايه؟ الصوت شبان ازاي؟ كده بس يا ولا كده. يا ولا كده؟ اه. انت هتموتيني. ليه؟ تعملي بيهم ايه الشبان دول؟ لا ما تكسفنيش بقى يا اسم. خدي هنا انطقي. تعملي بيهم ايه؟ بعمل بيهم دماغ. بتشميهم؟ حد يشم؟ لا 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 لا، بعمل بيهم دماغ كلام. وكلام يعمل دماغ؟ اه طبعا. ازاي؟ انا بدور فيهم على فارس احلامي، انا عايز اعيش، نفسي اعمل كل اللي نفسي فيه. انا صح بشم كله وخيره وباكل كريم بس صاحيه لنفسي. بس اللي بتعمليه ده غلط. ما انا عارفه انه غلط. طب بتعمليه ليه؟ ايه اللي تأدب؟ وايه لازمته يبقى شكل قليل الادب قدام الناس؟ عشان بحب الغلط. حد يحب الغلط؟ يعني هو اللي بيشرب سجاير مش عارف انها غلط؟ اه. طب واللي بيسرق مش عارف انه غلط؟ اه طبعا. طب اللي بيعتدي بقى على حريات الناس ويلجم لسانتهم ويشردهم ويطردهم من بلادهم مش غلط؟ اكبر غلط. بس انت الوحيده اللي فاكراه صح. بس هو غلط، انا اتحداك يا مريم. الغلط والصح ده وجهات نظر. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه صح 100% ومفيش حاجه غلط 100%. هو انتوا كلكم فاكريني ذكي قوي كده؟ ما تفسروا الكلام. عندك احنا اهو كلنا ولاد عم. أه. بس كلهم ضاربين وكل تصرفاتهم غلط. اه. لكن عشان هما بقى متداريين ومن تحت لتحت باينين صح. اه. انما انا بعمل غلط لان وجهه نظرهم ببجاحه. اه. يبقى مين فينا الاقوى؟ اه. اه ايه؟ خلاص فك على الموضوع. ده انت مخولتيني خالص. تلعب كوتشينه؟ نلعب ما ورناش حاجه. تلعب 31 ولا شلح؟ ايه؟ تلعب 31 ولا شلح؟ اه. لا شلح. طب يلا. ايه؟ هو انت ما تقوليش لا ابدا. لا لا، هو في ايه؟ احنا هنا في الصاله. انا بهزر معاك، هنلعب التلات ورقات. طلع البيت يا اسم. البيت ديت؟ لا استنى، علق الاول. علق ايه يا حسن؟ ده انا معيش تعريفه. ليه والساعه اللي في ايديك دي؟ لا. ايه؟ الا الساعه. ليه؟ ده انا معلم بيها ايدي الشمال. لا بتلخبط بينهم يا مريم. ايه ده؟ ايه ده؟ لا معلش معلش. يعني العب بقى. نلعب حاجه محترمه. ما دي محترمه. يعني تاخدي حاجات تقولي لي محترمه. تعالي بس. ايه؟ اقول لك. ايه؟ تيجي نلعب فوازير؟ ماشي. طب تعالي. هقول لك فزوره. قولي لي. ها. اسم دوله اوروبيه. اه. لو حطيتي على اخرها نقطه تبقى اسم عالم ذره. ايه؟ لا غلوب حماري. يا بنت فكري كويس، اسم دوله اوروبيه لو حطيتي عليها نقطه تبقى اسم عالم ذره. غلوب حماري. قطر. لو حطيت عليها نقطة هتبقى قطز. 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 هو قطز اسم عالم ذرة؟ يعني هي قطر دولة أوروبية؟ ماشي. حلوة يا اسم، تعالى أما أقول لك فزورة بقى. نلعب بقى شوية. أقول لك فزورة. يلا بينا نلعب، يلا هوب، 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 يلا بينا نلعب، يلا هوب. شفتي اهبل مني؟ لا طبعا ما شفتش. لعلمك يا مريم انا عمري ما جبت السيره لحد اني اهبل. ليه يا اسم؟ تواضع. تواضع ايه يا ابني؟ صدقيني ولا باين هبلي قدام حد، اتعامل على اني انسان عادي جدا، قمه التواضع. طب انا مش عايزه العب اللعبه دي تاني. ليه؟ ليه ازاي؟ مش عايزه العبها، ممكن اقول لك فزوره؟ اه لا تحت امرك. عادي وديع؟ طيب بص، عندنا حمار وارنب وماذا محبوسين في اوضه، يخرجوا منها ازاي؟ ده سؤال صعب. حمار وارنب وماذا محبوسين في اوضه؟ اه. مريم. ها. الاوضه ديت ليها باب؟ اه ليها باب. يبقى سؤال صعب. طب الباب ده مفتوح؟ اه مفتوح. ده صعب جدا كده. طب انا رايي يخرجوا من الباب عادي. ما هو ده بالظبط كان راي الحمار. حلوه قوي. انت بيتك خمتيني. جد. يلا نلعب بقى شويه. نلعب ايه؟ يلا بينا نلعب. يلا يلا بينا نلعب. يلا يلا بينا نلعب. يلا يلا التخلف ده.
بقولك ايه؟ ايه؟ بقولك ايه؟ ايه؟ ايه رأيك في عبطي؟ هايل. شفتي اعبط مني؟ لا طبعا، هتشوف فين؟ طب والله يا مريم ما جبتي سيرة لحد انه عبيط. ايوه مفهوم يا اسم، تواضع منك. لا بخاف من الحسد. حسد ايه؟ ده لو حد عرف ان عبيط امسك الخشب على طول. تعالي. لا انا مش عايزه العب. ليه؟ ليه ازاي؟ مش عايزه العب. ليه ايه اللي ضرب؟ بقول لك ايه؟ الكرسي في وشك. تعالي بس. مش عايزه العب. يا بنت تعالي نلعب شويه. لا. طب مش عايزه العب؟ اه. عايزه ايه طيب؟ مش عارفه، انا مش عايزه، انا عايزه امشي. يخص عليك يا مريم، يخص عليكي. عليكي لا. لا يخص عليكي. لا يخص عليكي ازاي؟ لا يخص 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 عليكي فعلا. لا ما بحبش كده. تمشي ازاي؟ معلش. طب نلعب فوازير، بلاش لعب. طيب قول. تعال. طيب قول. تعالي. طيب ايه يا مريم؟ ايه؟ لا فكي نفسك. اه ما انا فك. ايه يا مريم؟ ايه عصبيه انت خالص؟ لا خليكي يعني عادي. اه حاضر. لا فكي فكي يعني. خليكي سيري لك يعني، ما تبقيش. ايه؟ افتكرت. اديكي شفت الهبل وشفت العبط، اوريك التخلف. لا لا خطار. التخلف كويس. لا 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 والله. لا لا هتندبي. لا دي فرصه. لا راسك هتبقى تحت ورجليك فوق. والله هتندبي. استغلي فرصه ان انا منفعل. في ايه يا مريم؟ مالك؟ قرف. انا قرف؟ ده انت كلك قرف. ازاي؟ جه منين القرف؟ منين؟ طب تعال خلاص نأجل التخلف يا ستي. بلاش تخلف. انا مش عايز ازعلك والله. طيب تعالي هقول لك فزوره. طيب. طب اقعدش. حاضر سيب ايدي. طب اقعدش. ما انا هقعد. طب اقعدش. هقعدش ازاي وانت ماسك ايدي؟ سيبني. لا ما سيبكيش. ليه؟ شكلك هيفلت. لا مش هفلت. لا ما بحبش اللي يفلت مني. بقولك ايه؟ اقعدشي. انت جايب الديناصورني بس معايا. سيبني يا مريم. اقعدشي يا ابني. هقصفني بقى. ابوس ايدك. طب اسيبك وما تفلتيش. مش هفلت. وعد. وعد. طيب ايه؟ هو انا فرخه بتحلق عليا كده ليه؟ ما تحلقش عليا خلاص. اقعدشي. اهو اهو. بيتك 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 بيتك. اقول لك فزوره بقى؟ اتفضل. بقول لك ايه؟ لو عندك شويه نمل في الشقه تموتيهم ازاي؟ ارش. يخرب بيتك ده انت مقرفه قوي. مره من نفسنا. ده انت حرينا. ما بيموتش بالرش. اتفضل. اقول لك انا. ها. تجيبي شويه سكر وشويه نشوق وعشر بلاطات رخام. اه. النمل هيجي عند السكر عشان ياكله، هيشم النشوء، هيعطس، هيخبط راسه في الرخام، هيموت على طول. حلوة. حلوة. اه بس انا مش عايزة العب معاك تاني. ليه؟ ليه ايه؟ ابعد. تعالي هنا ما تفلتيش يا هبلة. يا ولاد عمي. يا ولاد عمي يا رمم. فينكم يا شحاتين؟ محدش بيرد عليا ليه؟ الو 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 الو. ايوه مين معايا؟ الو. ايوه الو. ايوه الو. الو 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 الو. يوه يبقى الشبكه وقعت تاني. مين معايا يا هند؟ سامعاني كده؟ مين مين؟ انا الوكيل يا هند. اهلا. ازيك يا وكيل؟ انت ايه حكايتك يا هند؟ كل ما اطلبك يقولوا لي بره الخدمه بره الخدمه. انت طلعتي على المعاش؟ وحشتني وحشني. خفة دمك. انت فين؟ قولي لي في حد من ديانا سأل عليا؟ لا ما حد سأل عليك. ولا واقفين لي تحت البيت؟ انا جاي من بره ما فيش حد. ما انت مدهوله وممكن تسوحيني، انا هتصرف واجي. طب يلا تعالى بسرعه. عايزاك يا ولاد عمي يا رمم يا شحاتين. بليز تعالوا. انتوا فين؟ اهبل وسهلا. اهبل وعظيم. الاثنين. ميرسي يا هند. ميرسي. فين مريم هانم؟ ازيك يا ازيك ازيك يا حبيبتي خالد بيه؟ مساء الخير مدام كرات الدم الحمراء. اهلا إيه؟ وسهلا. تعالى اما احكي لكم. امورينا. مش انا انتهزت فرصه ان النهارده الحد. أي. قلت اروح سوق الخميس. اللي بيفتح يوم الجمعه يمهل ولا يهمل. اللي بيبيع الخرده. انا بموت في شراء الخرده. انا ناوي ادخل موسوعه جينز. هي كل شويه تقول لك عايزه تدخل الموسوعه، لو دخلتها تضيق. ايه؟ هتدخلها في التخلف العقلي ان شاء الله. ترى يا ولاد عمي يا شحاتين اتفرجوا واحكموا. وريني. يا فتحي يا عيد.
تعال افرجهم وغيظهم العيال دول. وريهم يا ابني. الجدع يقول لي ده ايه؟ ايه ده؟ اول كرسي اعدام في التاريخ. نهار اسود وبيشتغل ده هند؟ اه جربته قبل ما اجي، عدمت صاحب المحل. ايه ده؟ هند ايه؟ ممكن اقعد ست السيد عليه مره؟ من عينيا ده انت تؤمر. كتر خيرك يا هند، جايبه الخرده دي 50,000 جنيه بس. يخرب بيتك. فلوسي وانا حره فيها. احنا معناش جنيه واحد، احنا ولاد عم. انا خدت منكم حاجه اتفرجوا على التحفه الثانيه هتقولوا ايه؟ تعالى يا فتحي اتحرك وغزهم. الله اكبر الله اكبر، دفعت فيها كل فلوسي. ايه دي؟ الجدع يقول لي دي ايه؟ دي ترومبه بنزين؟ غلط. قول يا خالد. مكعب مرق الدجاج ماجي بس كبير شويه ممكن؟ يا ريتني ما سالتك، اسال الناصح بتاع البيت. قول يا قاسم دي ايه؟ انا؟ اه دي ايه؟ عرفتها؟ آه. دي ميداليه. يا ريتني ما سالتك، دي ميداليه؟ امال دي ايه؟ دي كاميرا. محدش هيصدقك. امال مصدق انها ميداليه؟ طبعا دي اول كاميرا في التاريخ. يا سلام، بتطلع الصور ابيض واسود. يا نهار اسود. صورنا صورنا صورنا، قلت لك بنص مليون جنيه. بنص مليون جنيه دفعت فيها كل فلوس. انا جبت لك خرده احسن. بجد؟ والله خرده هتعجبك قوي. سبحان الله تعرفيها. حيلة بجد، بفهم في المقتنيات يا ابني. طيب اتفضل. يا ترى قولي دي ايه؟ دي ولاعه. ذكيه ذكيه. يا سلام. والولاعه بتعمل ايه؟ بتولع. برافو عليكي، اهي دي بقى ما بتولعش. شفت القيمه الغذائيه؟ يعني ليه اللي ما بتولعش دي؟ والخيسة هند؟ بكام؟ بنص مليون. ما سمعتش. طب بنص جنيه؟ أنا بتقلصوا على المقتنيات؟ المقتنيات دي كنوز لا تقدر بمال. بكرة لما ادخل موسوعة جانس خد السنوية بقى وتعالي كلميني. وابقى اول خردة جاية وشك في الحيط وافاكلية. جرايا يا ولاد عمي يا شحاتين، متغازين عشان انا معايا فلوس. جات كنيلة على ولاد العمي. مش بتوعك؟ لا والله انا ما اشتريت حاجه. انتوا كنتوا لوحديكوا كده؟ فين الصناديق؟ فين؟ بص وراك. ابص ورايا ليه؟ بص بس عشان تزوغ يا جبان. جد بص 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 كده. اللهم احفظنا اللهم احفظنا من كل سوء. خالد مين دول؟ دول الموت علينا حق يا فراس. خالد بص كويس. شفتهم؟ ايه؟ سبع مسلحين. سبعه ازاي تبص في نظرك؟ ثلاثه فرط واربعه في بنطلون واحد ورا. خالد دول مسلحين. دول عايزين وحش. استنى ما تتهورش. بيتنا مش مشاع. انت معكش سلاح. سيبني. اسمعني. سيبني. اسمعي، دول مقتحمين البيت. بيتنا مش جنينه. ايوه. بيتنا مش كازينو. افهمني. سيبني. خالد. سيبني يا جبان. بلاش يا خالد. سبتني؟ اه. يا واطي. والله هو خلاص اتورطنا. اوعى. يا ابني بلاش. كنت فاكر كان هيهون عليا لما اربع شباب زي الورد يروحوا في بنيه. في بنيه؟ صياو قله ادب. هدمرك. ها؟ سؤال وتجيب من احسن احسن. سؤال وتجيب من الاخر. مين النادي اللي واقف هناك ده؟ انت اللي مين؟ استر يا رب. انت اللي مين؟ خالد يا جماعه. حضراتكم اللي مين؟ ايوه انتوا مين؟ دول ديانا يا فندم. وانت هنا جايين عندنا يضربونا ليه؟ ما هو الوكيل ابن عمكم بديلهم. احنا مالنا ومال الوكيل؟ الوكيل مش موجود. اطلعوا بره. يلا بقى. طيب يا هند. وكانوا عايزين يوقعوني في الكلام ويعرفوا الوكيل هيجي امتى. عملت ايه يا ولد؟ ما رضيتش اقول لهم غير لما خدت 20 جنيه. انت مفصول مرتين. ومصممين يقابلوا الوكيل ويا الذبح يا القتل. اطلع بره. الوكيل هيتقتل وارتاح منه اخيرا. ده ما عندكش دم. لا ده بدل ما ساعده يسدد ديونه هيتحرق. ده ديونه كتير قوي. انا شخصيا غلبانه ومعيش فلوس. اه مين سمعك؟ لا مش مين سمعك. ادي الوكيل فلوس. يعني هو انا معايا فلوس؟ ده انت على قلبك قد كده. بقول لك ايه؟ تريرين تريرين. موبايلي فين؟ ايه ده؟ تريرين تريرين. ايه ده؟ موبايلي موبايلي. تريرين تريرين. بقول لك ايه؟ تريرين تريرين. بقول لك ايه؟ نعم. هو الجرس بقى في بوقك؟ اسكت اسكت. خدمه جديده دي مثلا؟ والفاتورة تجيلها فين؟ في ودنها. استنوا. الو الو. ايوه انا هند. ايه؟ خسرت كل فلوسي يا حبيبتي. صورت هند. بقول لك ايه؟ الوكيل اقتصاده بايظ. انت الوحيد يا اصحاب البيت. معاكي فلوس يا اصحاب البيت. يا اصحاب البيت. اي 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 اي. مين الوليه اللي بتحزق دي؟ ده ازماجد صاحبتك. شوفوها بسرعه اتحركوا. يلا. الله، دي واحدة ست حلوة قوي. خليها تتفضل. عايزة ايه يا ست؟ ممكن يا حلو يا اسمر يا ابو باروكة سيراميك انت ممكن ادخل الحمام عندكم لحظة؟ طبعا ممكن. ده عشان ما نستأذن اصحاب الاصل. بقولك الحمام وانا في الشارع ظروفي وحشة.
بكرة الساعة 6. ما شاء الله مظهر قوي ما شاء الله. ايه اللي دخل علينا ده؟ باين ست. لا ما تقوليش دي ست. لا 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 دي 16. وايه اللي لابسها في رجلها ده؟ سمكة؟ سمكة مع تحفة الست دي. يا ربي ايه دول؟ ستات ولا الكنبة طلع لها دمامي؟ نعم 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 نعم، انت اللي بتقلسي؟ او النبي ستات. اه طبعا. اهي دي ست ودي وقعت منها. وقعت مني ازاي؟ والله وقعت غصب عنك، انت مش واخده بالك. اتعورت دم فوق ودم تحت وكدمه زرقاء في النص. يا ست دي. اه والله. انت عايزه ايه يا ست انت؟ بس الحمد لله ان الشقه دي طلعت شقه الستات. آه. كنت خايفه اموت تطلع شقه طلبه. لا مش طلبه، ستات. عايزه ايه بقى؟ هقول لك كل حاجه. انت ليه عصبيه؟ اتفضلي قولي. انا قاسي العجله بتاعت عربيتي نامت قدام البيت بتاعكم. آه. السواق وهو بيغيرها العجله الثانيه الاخرى نامت. آه. اصلهم كانوا سهرانين للصبح. هما مين؟ العجلتين يعني. عجلتين سهرانين؟ آه. فقلت بعد إذنك يعني أدخل الحمام عندكم أخذ الدواء الفوار بتاعي وأمشي. ممكن؟ ممكن. حمام فين؟ قدامك أهو. ميرسي. بس بسرعة. ميرسي. إيه ده؟ نعم. إيه ده؟ عايزة إيه؟ أنتوا عندكم أربع حمامات؟ ليه؟ خلاص أخش أبو بانيو. بانيو إيه؟ إيه ده؟ الست دي يا نهار أسود، ده الشطافة بتاعته طويلة. إيه ده؟ إيه؟ لا لا لا، إيه ده؟ ما يصحش. إيه ده؟ إيه ده يا رشاش؟ آه. بوليس، انتوا متحاصرين يا عيني. اسكتي. اتنين امناء شرطه وظابط وبوكس. يا دنيا. لا ماشيني من هنا يا مدام. يا انا ست وحدانيه اخاف على نفسي من فتنه. انت فتنه؟ اخاف على نفسي، ما اقدرش اعرف وسط الرجاله دي لوحدي. تخافي على نفسك من ايه يا زحلفه انت؟ اخاف على نفسي من الفتنه يا خنفسه انت. على اساس ايه؟ على اساس ان انا انثى متفجره الانوثه. في مستندات بالكلام ده؟ يا ربي وانا همشي بالشهادات معايا، ومع ذلك البطاقة اهي النوع انثى. ايه؟ انثى ولا اديداس؟ بتفرق حرفين يا. لا ده انت قليل الادب وانا مش واخده بالي. انا قليل الادب؟ طبعا قليل الادب. انا اما تهزقني في بيك وتبقى قليل الادب. ايه ده؟ يا ربي ايه ده؟ هتمد ايدك على واحده ست؟ ده انت مش متربي. والله انت ما تربيت ولا اهلك ربوك ولا اهلك ربوك. ولادك دول يا حاجه؟ نعم. هو انتوا تخلفوا وترموا في الشارع يبهدلوا بنات الناس؟ انت بنات الناس انت؟ ما البنات افكارك انت. كلام الناس الله يطلعك بره. احترم نفسك يا حسن. بره. احترم نفسك. خلاص يا خالد. ايه ده؟ امسكي يا وليه. ايه؟ والنبي ايه؟ اللي قال عليك مالطا. اخلعي مالطا عشان نشوف التاريخ. اخلعي. تاريخ ايه؟ تتلاقي في مقابر اثريه وحفريات محدش يعرف عنها حاجه. بعينك تشوف مقبره واحده بعينك. الله. بعيد على مر. مش هرد عليك يا مرد. هو دايما كده الشجره المثمره اللي زي العيال اللي في سنك يحدفوها بالتيوب. انت مثمره يا نص نقل مقلوبه انت؟ مثمره غصب عنك تحب تشوف؟ اثبتي. تعال يا واد انت تعال. ده عيل طايش. تعال تعال. سمره دي ولا مش سمره؟ وعلى حيني فجاه. سبحان الله يا خالق، الزهرة في حضن الجبل من جوه. زهرة انا مديك صبار، ده تفاح، ده ما بيشوفش يا اختي. ايه الوليه دي؟ ما بيش. ما فيش حاجة؟ الله يسهل لك يا حبيبي. أي حاجة لو سمحت. الله يسهل لك، ما جيتش قبل ما أقفل ليه؟ سمر سمر. الله يسهل لك خلاص. سمر. إيه؟ خليك أنت للمحصول الجاي، خلاص. محصول إيه يا ست أنت؟ لو سمحت سمرة. ما خلاص أنا قفلت، ما ينفعش. طب اشمعنى هو؟ انا حرة. لا مش حرة. لا حرة. لا قلتلك مش حرة. ايه ده في ايه؟ يعني سمرتي معاه تسمري معايا. يا لهوي. اسمر ايه؟ الله. ولا هي جت لحد عنده وما طرحتش؟ يا سلام. ايه يا ولية؟ ايه يا ولية؟ هو ماله ده؟ في ايه؟ في ايه انت؟ ايه يا اسف؟ هو ده مسؤول الري؟ ولا في ايه؟ لا شغل النصب ده مش عليا. نصب؟ آه. نصب ايه؟ هو كان دافع عربون ونصبت عليه يعني؟ نصبت عليك في ايه؟ سمره. مفيش سمره. قلت لك سمره. مفيش سمره. اقول لك ايه؟ لا خلاص اديله اديله. اديله يعني ايه؟ سمره. خلاص يا مجنون. اديله. يلا. طيب
حاضر. لو سبت عليكي حياتك. انت مخلفه مجانين. انا مجنون. يلا سمرة. طيب يا حبيبي حاضر حاضر حاضر. سمرة. طيب مش لسه هقطف. ما نستنى سمرة. هو انا يا اختي شايله صندوق ماشي افرق؟ لا صح. الله سمرة. طيب ما تدخنيش وانا على الشجرة. سمرة وليا. طيب ويا ريت بلح. بلح؟ نفسي بلح. خلاص اشوف لك في الشجرة اللي جنبك. اقول لك كنت قوي ازرعها زي ما انت عارف. خلصيني. طيب سمرة. خالد معلش اسف. خدي الشجرة بحالها يا اخويا. خدي الشجرة بحالها. طيب حاضر. يلا يا ولية حاضر. يلا خلصينا. مش بدور على فرع طارق يا انت. يلا حاضر. سمرة. ايه ده؟ ايه ده؟ شفت نتيجة الاستعجال؟ لو سبتني انا قيلك كنت حفرز واطلع. شفت؟ خد. لا طبعا دي خضرة. حطها في صدرك يومين تحمر. اتلم يا ولية عيب كده عندنا شبان. ما فين الشبان دول يا؟ يعني انت اللي ست قوي؟ ست الستات غصب عني. يا سلام. اي ده انت اللي زيك ماتوا من زمان خلاص. ما انا مت مرتين بس بجدد يعني. اي ايه مالك موتورك فوت ولا ايه؟ لا يا اختي لو فوت طلعت دخان اسود وانا ماشي. ده هما شوية هشاشة في العظام وبتعالج. خد ايدي. اوعى يا متوحش انت اوعى. ده تكميلة معقد. ايه؟ تعال يا حلو انت. انا حلو؟ ما شاء الله عليك. طالع ما حدش بيقول لك رايح فين. الكلام ده ليا؟ انا اصلا احب الطول قوي. يا اختي يا اختي عليك وعلى جمالك انت. بنت حلوة قوي. اصل الطول بيبقى هنا. يا اختي عليك وعلى طعامتك. طعمة بس باينه في حالتك انت خيبة. بقول لك ايه؟ ايه؟ تعرف تطير؟ يعني ايه؟ خدني وطير زي العصافير. ايه يعني اعمل ايه؟ يعني يا 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 كوكو جامبو يا 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 كوكو جامبو يا 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 يلا بينا يلا هوب يلا 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 حادثة يا اسمك ايه؟ ده انت سكر. الله يسكر اهلك واحد واحد. تعال. الحمد لله قدر ولطف. الحمد لله. سيب الحلقة يا اخوي. اسف. ايه النيلة دي؟ ايه التقريبة اللي مالهاش لازمة دي؟ الحمد لله. يا واعية. ايه؟ ايه؟ ندردش بقى شوية. نقول كلمتين كده. انت مالك في ايه؟ يعني نعرف ايه النظام برضه. نظام ايه؟ يعني نتعرف يعني في ايه؟ يعني ايه ايه؟ طب ايه انت ايه؟ يعني فنادق ولا طرب ولا ايه نظامك برضه؟ بقولك ايه؟ كلميني انا. كلميني وانت شكل الحانوتية. كلميني شوية عن نفسي. هقول لك ايه؟ يعني انت مخطوبة ولا متراقبة ولا ايه؟ لا انا ممكن اهزاك احترم نفسك. ليه بس؟ لا ما احبش كده. احنا بندردش. ما احبش كده. طب بقول لك ايه؟ مخطوبه؟ لا. متجوزه؟ لا. امال انت ايه؟ انا مصاحبه. والله يعني ممكن تصاحبيني؟ ايه؟ يخرب بيت العنف اللي انت فيه. انا عملت عنف؟ ايوه. ما بتعرفش تتعامل مع ستات ابدا. ليه؟ انا عندي لومباجو. عندك ايه؟ لومباجو. طب ما انا عندي تويوتا ما اشتكيتش. يا تويوتا ايه؟ لومباجو. لومباجو ده ايه ده؟ ده غير عرق النسا. انت اللي زيك يا مدام ما يقولوش عرق نسا. استحاله يجي له كبل نسا.
جنزير نسا، اي زباله في الكون غير عرق النسا. هداف اصلي وشك، الدكتور قال لي هي فتله نسا، اخدها لك بالمرقات. قلت له سيبها تاخذ العين. يعني بسم الله ما شاء الله، عندي ديسك ولومباج وعرق نسا. وان شاء الله في 1/9 هيجيني الروماتيزم. رقصه دي يا مدام ولا ايه؟ انت فرحانه؟ فرحانه قوي. احب الروماتيزم قوي. يا سلام. قولي لي انت اسمك ايه؟ عبد الحفيظ. وبيدلعوني بزغزة تيكاوي. اشمعنى تيكاوي؟ اي صفارة انزل على طول. ايوه جاي. ايه في ايه؟ بقولك ايه؟ نعم. انت اسمك ايه؟ عبد الحفيظ. وانت اسمك ايه؟ اسمي قاسم. عاشت لساني. بس انت انت عنيف قوي يا قاسم. ليه؟ اه والله. ده اللي بدلعك. الله يخليك. بقولك ايه يا زوزو؟ نعم. انا نفسي ازورك، اجيلك، اكلمك في التليفون، اي حاجة. ده الكارت بتاعي. في اسم ورقم تليفوني وعنوان البيت. ميرسي قوي، هجيلك. يا ريت تديه زمايلك في المدرسه. المدرسه؟ انا دلوقتي في الجيش يا زازا. اديني الجيش كله. يا خرابي على سجن. بس ابعتهم لي دفعه دفعه. يا ولية. بقول لك ابعت المدفعيه الاول. في يا ولية. بعديهم على طول الفرسان. ايه ده؟ قاسم. نعم. بلاش بتوع المشاه. ليه؟ بيبقوا تعبانين من المشي.